النقاش بهدوء في بعض المواقف بيكون أفضل، ومع بعض النساء بيكون أحسن بكتير عشان ما يؤديش لنتائج عكسية. فعلا إنما للصبر حدود. المشكلة إن نساء القمة اللي هتيجي معانا في حلقة النهاردة الصبر بتاعهم بينفد بسرعة قوي، يعني صبرهم نفسهم مش طويل عليه، وساعة ما الصبر بتاعهم ينفد توقع منهم أي حاجة، ممكن يشتموا، ممكن يضربوا، ممكن يكسروا، ممكن يضربوا بالقلم، ممكن، بقول مش دايما، بس بقولهم أكتر النساء اللي عندها قدرة. لو أنت وصلت معاها لمرحلة كبيرة من الاستفزاز أو العصبية، إن هي مش بعيد إن هي تعمل معاك حاجة زي كده. يلا بينا. اهلا بيكم. سريعا كده برحب بيكم وبقول برضو للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، ويا ريت تدوسوا لايك عشان نوصل حلقتنا دي لاكبر قدر من اصدقائنا، واشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، سايب الرابط بتاعها في وصف الفيديو وفي اول تعليق. كل نساء الابراج بقى من المركز ل 12 لحد متصدرة الترتيب، توقعوا اكتبوا كده كل انثى من خلال معرفتها واحساسها بنفسها ممكن تيجي في المركز الكام، وكالعادة حد أذكى شوية يكتب لنا توقعه ويقول مين اللي ممكن تكون معانا في حلقة النهاردة رقم واحد أو متصدرة الترتيب. أنا بقرأ كل تعليقاتكم. في المركز الـ 12 هي أنثى برج الدلو الهوائي، طول بالها قوي وتطول نفسها قوي، وبطبعها مش عنيفة وما بتتعصبش بسرعة قوي، وما بتحبش يعني إن هي تفقد السيستم او تفقد مثلا ايقاع النقاش او ايقاع الاسلوب. هي بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن الدوشة، بعيدة عن الخناق والصوت العالي، حتى رجل او امرأة الدلو على حد سواء تشعر ان هما صوتهم واطي في النقاش او في اتزان في النبرة، في عقلانية في توجيه حتى الكلام او الانتقاد او تقبل حتى انتقادك، يصبروا، عندهم صبر كبير على وجهة نظر الطرف الاخر. عشان كده مقارنة بنساء الابراج هتيجي انثى الدلو في المركز الـ 12 اعلى منها. في المركز الـ 11 العذراوي، تستحمل وتطول نفسها وان كان في بعض الاحيان هي انثى سليطة اللسان، يعني بتنتقد وعندها حتة الانتقاد دي عالية، ممكن تزعل كتير قوي من المحيطين بها او اللي بيتعاملوا معاها، ولكن هي بيكون بغرض النصيحة او بهدف النصيحة، بس في بعض الشخصيات ما تتقبلش النقد اطلاقا، يعني اعلى منها. في المركز الـ 10 انثى برج السرطان، بسكوتة وهادية وكيوت ورقيقة وبعيدة، هي ممكن بقى تتعصب بسرعة عادي انثى برج السرطان، ولكن ان هي تضرب صعب، هي ممكن تكسر حاجة لو وصلت للذروة بتاعتها يعني، انما مد الايد بيبقى صعب شوية. نعلى كمان مركز عشان ندخل في منطقة وسطى وانثى اعلى شوية، انثى برج الحوت، تتعصب بسرعة ايوة، ممكن تشتم لو جابت اخرها ايوة، بس تمد ايدها لا، يعني زيها زي انثى برج السرطان، تكسر حاجة، تهبط حاجة، انما ما عندهاش حتى نزعة ان هي تحدف حاجة في وشك، لا، صعب ان هي توصل للمرحلة دي. اعلى منها في المركز الثامن انثى برج الثور، عقلانية رغم ان هي ممكن تكون بتتعصب بسرعة، ولكن عقلانية ومتحكمة في انفعالاتها بشكل كبير قوي، وما تحبش العملية تهب منها يعني، ويقولوا عليها اتجننت، هي بتخاف على نفسها ان حد يشوفها في موقف زي ده، عشان كده سياستها نفس سياسة الانثى اللي سبقتها، انثى الحوت والسرطان في منطقة وسط. احنا لسه ما دخلناش في النساء اللي ممكن تضرب بالقلم. اه والله في نساء كده هنتعرف عليهم دلوقتي واحنا بنطلع في المراكز. الميزانية هي عسل وكل حاجة، بس بتيجي معانا في المركز السابع، أي في منطقة وسطى حرفيا، يعني تقدم خطوة وترجع خطوة، هي ممكن تحدفك بحاجة في وشك، اه تقدر ان هي تعمل كده، انما تمد ايدها عليك، تمد ايدها عليك ده يعتبر نادر الحدوث يعني، وصعب ان هي توصل. هي ممكن تعلي صوتها لو اتخنقت وجابت اخرها، تشتم، والشتيمة بتاعتها ممكن تكون قاسية لأنها بتعرف اللي يوجعك. وانثى برج الميزان من الإناث اللي لما تشتم
تدور ايه الحاجة اللي ممكن توجعك وترميك بيها في وشك، وممكن يكون الصوت عالي وممكن تكسر وتهبد، ولو فيتها حاجة تحدفها في وشك وانت ونصيبة. بس مد الايد، او بالاحرى مقارنة بنساء القمة هي ارحم شوية، اعلى منها في المركز السادس. ونخش في الجد وجد الجد كمان، المركز السادس معانا انثى برج العقرب المائي. دخلنا في الاناث اللي ممكن تمد ايدها، هل انثى برج العقرب ممكن لو فاض بيها الكيل تمد ايدها؟ ايوه ممكن تمد ايدها. هل ممكن ان هي تصفع اللي قدامها على وجهه؟ كثير من نساء برج العقرب لما بتجيب اخرها ممكن تعمل الحركة دي. نعلى اكتر واكتر ونخاف اكتر واكتر ونخش في الجد اكتر واكتر، ولكن خلوني انبه سريعا، انا ليا يعني رجاء عندكم، اي حد بيتفرج على صفحة على الفيسبوك ملناش غير صفحة محمد ابو زيد، اي صفحة تانية نصابة يا ريت تلغوا الاشتراك في الصفحات دي، لان انتوا امانة وايميلاتكم والناس النصابة اللي بتخترق دي لازم ان انا احذركم منها. رجاء صفحتنا الوحيدة محمد ابو زيد، وانا مثبت لينكها في اول تعليق لو انت بتشوفنا على اليوتيوب، ولو انت حتى بتشوفنا على الفيسبوك هكون مثبت لك اللينك بتاعها، تدخل تلاقي نفسك بتدخل لنفس الصفحة عشان تتأكد. انثى برج الجدي الترابي تتربع على عرش المركز الخامس، تبان تقيلة ومتحكمة في مشاعرها بس لما بتتجنن ما بتشوفش قدامها. تمد ايدها، ممكن اول حاجة تعملها انثى برج الجدي ان هي تمد ايدها قبل ما تشتمك، حتى ما بتديكش انذار ان هي ممكن تعمل كده، لان هي بتقعد تكتم في نفسها مستحملة مستحملة، وانت عمال تزود تزود، مرة واحدة تيجي قايمة عليك وانت وحظك بقى. انثى برج الجدي من الاناث القوية في موضوع حلقتنا بتاع النهاردة، اعلى منها في المركز الرابع الجوزائية. بص بقى، انثى برج الجوزاء لو اتجننت ممكن تضربك بسلاح آلي، مش تضربك بايديها على وجهك، اه تقدر، ده هي مش هتضربك قلم، ده ممكن تضربك على الناحيتين زي ما احنا بنقول، يعني ما تكتفيش الجوزائية بقلم واحد، ممكن تديك قلمين ثلاثة ورا بعض كده، عارف انت اللي هي طخ طخ ورا بعض كده. الجوزائي عسولة وفرفوشة، بس تضايقها وتوصل لمرحلة الغضب ما بيهمهاش، ومن النساء القادرة ان هي تعمل كده. ما بقولش ان اي انثى برج جوزاء لما هتتعصب او يفيض بيها الكل هتعمل كده، لا يا جماعة نبقى يعني اذكى شوية واحنا بنتكلم، ولكن ممكن ان هي تعمل كده مقارنة بغيرها من نساء الابراج هي عندها القدرة ان هي تعمل حاجة زي كده. ما تيجوا ندخل في النار بقى، ايه رأيكم لما ندخل في النار والنساء النارية؟ نساء نارية، عارفين يعني ايه نساء نارية؟ في موضوع حلقة زي حلقة النهاردة، انثى برج القوس اللي بتيجي في المركز الثالث هي واحدة من أقوى الإناث لما نتكلم في موضوع زي بتاعنا، جميلة تلقائية ونقول عليها طيبة مش سوداوية، بس بيفيض بها الكيل بسرعة، ومن النساء المتهورة والمندفعة واللي ممكن تمد إيدها عادي خالص. الشجاعة هي في المواقف اللي زي دي، وإن كنت أنا أشوف إن الشجاعة في المواقف اللي زي دي تؤدي إلى المشاكل أو تؤدي إلى التهلكة، عشان هي أنثى في المقام الأول. أعلى منها الحملوية، أشد وأشد ومن أعتى وأقوى نساء الأبراج في حاجة زي كده. الحملوية ما بتستثنيش، اتعصبت استفزتها فاض بيها الكيل ممكن تمد إيدها، راجل ست بقى مش فارقة. أنثى برج الحمل قوية في المواضيع اللي زي دي، أنثعتية زي ما احنا بنقول، رغم ان هي بتتمتع بأنوثة كبيرة قوي. بينما متصدرة نساء الأبراج من غيرها طبعا زعيمة العصابة، أشرس نساء الأبراج، ومش الشراسة بس اللي تخليها تيجي في المركز الأول، ده هي عصبية جدا وحاسة بنفسها جدا وقوية جدا وسليطة اللسان جدا وسريعة ومندفعة، حاجات كتير أوي نقولها عن أنثى برج الأسد إنها تخليها أقدر النساء وأقواها. واعملوا إحصائية كده عن أكتر نساء ممكن تكون بتضرب بالقلم، هتيجي أنثى برج الأسد في المقام الأول، يعني ده مش عايزة كلمتين لأنها ما بتستحملش، أنت ممكن تبص لها نظرة ما تعجبهاش تيجي تقول لك أنا مش عاجبك، طخطخ على وشك عادي. انا ما اتكلمت عنها في حلقات قبل كده، قلت ان هي طول ما انت حلو معاها حلو معاك، ساعة ما تقلب عليك اقسم بالله ممكن تديك بالشبشب، انا قلت كده شبشب او القلم بقى مش فارقة عامة مع انثى برج الاسد اللي بتتصدر نساء الابراج في حلقة النهاردة.
دوسوا لايك واكتبوا لي آراءكم رجاءً، بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وهتوحشوني.